وبلادنا تخطو في ظل عهدها الزاهر نحو غد مشرق ومفعم بالآمال الكبيرة، وتنهض بالإبداع في كافة مناحي حياتها اقتصادياً وسياسياً وزراعياً واجتماعياً. وجائزة الإعلام الزراعي هي أول جائزة وطنية للإعلام الزراعي المتخصص في المملكة، تقدمها وزارة الزراعة بمبادرة ورعاية من شركة أراسكو، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وبجناحي الإبداع والتميز يحلق القطاع الزراعي والإعلام معاً لتحقيق رسالة الجائزة السامية في تطوير السياسات الداعمة لإدارة الموارد الزراعية النباتية والحيوانية والغذائية والمحافظة على استدامتها في مملكة الخير. وبعزم تمضي جائزة الإعلام الزراعي متسلحة بقلم أخضر نحو تحقيق أهدافها في تعزيز المعرفية والمعلوماتية عن القضايا الزراعية لدى كافة أفراد المجتمع، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم عن القضايا الزراعية الحيوية التي تدعمها الدولة، وغرس الإحساس بالمسؤولية تجاهها. وجائزة الإعلام الزراعي تسعى لتشجيع الإبداع الصحفي والمساهمة في تكريم الصحفيين الذين قدموا إضافة نوعية في المجال الزراعي. ومن شأن جائزة الإعلام الزراعي أن تعزز الشراكة البناءة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ممثلاً في شركة أراسكو والإعلام المحلي، وتبرز الجهود المبذولة لترقية القطاع الزراعي. إن جائزة الإعلام الزراعي تسخر الإبداع والمعارف من أجل احترافية راقية ومهنية ملتزمة في كل من حقلي الزراعة والإعلام فيما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.